لعدد المرافق 997. عدد المرافق الكلية في بغداد، العاصمة بغداد، هو 1044 مرفق سياحي. كل العاصمة بغداد عدد المرافق السياحية. ما بعد الشهر الثالث من كل عام يبدأ هيئة السياحة بإصدار عقوبات وفق المادة 17 من القانون، اللي هي الإنذار والغرامة ومن ثم الغلق. حجم المخالفات اللي ذكر للمرافق السياحية عددهم 997، يعني مو بهذا المستوى، ولكن لا يخفى دور مديرية الأمن السياحي، لها دور كبير، وهي جهة ساندة الأولى لعمل هيئة السياحة وتنفيذ قرارات الصادرة من هيئة السياحة، لكن مو بهذا الحجم. يعني صحيح أكو مخالفين، بس مو بهذا الحجم.